نشرة السابعة تأتيكم من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز العناوين. محكمة ليبيا تصدر حكما غيابيا بالإعدام ضد خليفة حفتر، ومسلحون يعطلون إيداع سيف الإسلام القذافي لطعن على استبعاده من الترشح للرئاسة. علماء يحذرون من متحور جديد لفيروس كورونا بجنوب إفريقيا، وبريطانيا تعلق الرحلات الجوية إلى 6 دول إفريقية. ٥٢ قتيلاً في حريق بمنجم للفحم بسيبيريا، والسلطات الروسية تواصل المساعي للعثور عن ناجين. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة حكما بالإعدام في حق اللواء المتقاعد خليفة حفتر في القضية المتعلقة بقصف الكلية الجوية في مصراتة عام 2019 إبان هجومه على العاصمة طرابلس. وجاء الحكم بعد قبول المفوضية الانتخابات ترشح حفتر لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة شهر ديسمبر. قطع الطريق أمام مترشحين لرئاسيات ليبيا بعينهم يتجه ليأخذ مساراً قد يشمل جميع المعنيين بجدل التواجد في محطة 24 ديسمبر، ساعات قليلة بعيد إعلان مفوضية الانتخابات استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي وقبول آخرين يتقدمهم خليفة حفتر. تصدر المحكمة العسكرية بمصراتة حكماً غيابياً بالإعدام في حق حفتر و6 ضباط، ويقضي الحكم أيضاً بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية وطردهم من الخدمة العسكرية بناءً على قضية تخص قصف قوات حفتر كلية الدفاع الجوي في مصراتة. وفي الأثناء جاء طلب آخر من المدعي العام العسكري في ليبيا إلى جهاز المباحث الجنائية بتنفيذ أوامر الضبط بحق خليفة حفتر على خلفية 5 قضايا بين عامي 2019 و2020، مشدداً على ضرورة تقييدها بالسجلات الجنائية، هذا بالإضافة لمخالفته القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعرضه لعقوبة تصل إلى 5 سنوات. ولم تستثني واشنطن من جهتها في طلبها باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتسليم سيف الإسلام القذافي بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، إذ شددت على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات، وهي التهم التي تلاحق أيضاً خليفة حفتر. تطورات وتجاذبات تفتح باب الاحتمالات واسعاً أمام إمكانية إسقاط ورقة حفتر من المحطة السياسية، خاصة مع ما يشهده ترشحه من رفض شعبي ميداني امتد نحو أجزاء واسعة داخل ليبيا. هذا وقال صالح البكوش المحلل السياسي الليبي في تعليقه على الحكم القضائي الصادر ضد خليفة حفتر: إن القوانين في البلاد لم تعد لها الأهمية للفصل في الكثير من المسائل، وأن من يملك القوة يمكن له بسط سيطرته. وأشار صالح البكوش أنه من المتوقع أن يستغل مكتب المدعي العام العسكري صفة حفتر بوصفه ضابطاً لإلغاء ملف ترشحه. نحن الآن بصدد بانتظار أن يقرر المدعي العام والنائب العام العسكري وأيضا المحاكم أن حفتر لا يحق له الترشح، وخاصة أن قانون العقوبات العسكرية المادة 84 بوضوح تحظر على أي عسكري الاشتغال بأي شيء له علاقة بالسياسة
وخصوصا الاجتماعات السياسية والانضمام إلى مجموعة سياسية والانتخابات والحملات الانتخابية بالتحديد. وتعاقب هذه المادة كل من يقوم بذلك بالحبس 5 سنوات وبغرامة مالية. هذه هي المادة 84 من قانون العقوبات العسكرية، ولكن لا أحد يلتفت إلى ذلك. والآن اليوم شاهدنا مجلس القضاء الأعلى يتراجع للمرة الثانية عن قراراته، وأصبح الآن منغمسا في السياسة، ولا نستطيع أن نعتمد على هذه الأسباب، لا مجلس القضاء الأعلى ولا المفوضية العليا للانتخابات في خضم هذه المعركة الانتخابية الغير عادلة. إلى ذلك أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن مجهولين اعتدوا على المحكمة الابتدائية في سبها، مما حال دون انعقادها للنظر في طعن قدمه سيف الإسلام القذافي بقرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، مؤكدة أنها أمرت بتعزيز أمن المحاكم المعنية بالنظر في الطعون الانتخابية. وقال محامي سيف الإسلام القذافي إن مسلحين منعوه من تقديم طعن يوم الخميس على قرار استبعاد موكله من الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل، مما يزيد من مخاوف الاضطرابات المحيطة بالانتخابات. وقالت الحكومة في بيان إنها ترفض ما حدث بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين نفذته مجموعة تجاوزت القانون من دون أن تحدد من هي هذه المجموعة ولا إلى أي فريق تنتمي له. يبرم الرئيس الفرنسي مع نظيره الإيطالي الجمعة معاهدة للتعاون بالعاصمة روما، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات كالوضع في المتوسط والساحل الإفريقي والأزمة الليبية. تأتي هذه الخطوة بعد مرحلة صدام وتنافس بين البلدين. معاهدة كويرينالي للتعاون، هل تطوي سنوات من الخلاف بين إيطاليا وفرنسا؟ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل اليوم إلى العاصمة روما يسعى من خلال هذه الزيارة إلى رسم مرحلة جديدة في عمر العلاقات بين البلدين. فبعد الصدام والتنافس الإقليمي، يرى مراقبون أن الاحتكام للربح المشترك من خلال التوافق على خطوط عريضة، خاصة ما تعلق بقضايا الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الملفات الخارجية التي تلتقي عندها المصالح الفرنسية والإيطالية، على غرار الوضع في الساحل الإفريقي والأزمة الليبية. المعاهدة تعطل البت فيها سنة 2018 أيام حكومة جوزيب كونتي الأولى بسبب توترات دبلوماسية بين روما وباريس إثر اتهام وزير الداخلية آنذاك فرنسا بإفقار إفريقيا، واصفا ماكرون بأنه رئيس بالغ السوء على خلفيات ملف المهاجرين ومعركة النفوذ بليبيا خاصة، بالإضافة إلى اجتماع نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق في فرنسا مع قادة حركة السطورات الصفراء. فرنسا قالت في مسعاها الجديد إن هدفها يتمثل في دفع شركائها الأوروبيين لتحمل مسؤوليات أكبر بشكل جماعي والمرور إلى مرحلة اتفاق داخلي بدل العداء. وفي ذات السياق وصف أمين سر الشؤون الأوروبية الذي أطلق الاتفاقية الثنائية الإيطالية الفرنسية التي قادت إلى إبرام المعاهدة، وصفها بأنها حقنة ثقة وأداة لجعل التكامل الأوروبي أكثر صلابة. هي مساع فرنسية لإعادة رسم خريطة تواجدها أوروبيا وما ينجر عنها من نفوذ إقليمي، خاصة مع بوادر انفراج الأزمة الليبية التي طالما اتهمت فيها باريس بامتلاك يد فيما يحدث بالمستعمرة القديمة لإيطاليا. قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها اعتقلت 4 عناصر جنوب البلاد كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية في الساحل الإفريقي. وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن التحريات الموسعة التي قامت بها مصالح الأمن سمحت بتوقيف المدعو بلال شرك الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016 و3 أفراد آخرين. على جانب آخر، قامت مصالح الأمن الجزائرية المختصة في ولاية وهران غرب الجزائر بتوقيف المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية الماك،
ويتعلق الأمر بالإرهابي المسمى مالا يغرطا المدعو يوبا، وهو مقيم بمنطقة عزازقة في ولاية تيزي وزو شرقي البلاد، وكان يعتزم مغادرة التراب الجزائري بطريقة سرية. أعلنت قيادة الجيش في بوركينا فاسو مقتل 3 من جنودها و11 مسلحا على إثر تعرض إحدى وحداتها لإطلاق نار في شمال البلاد. وقالت قيادة الجيش في بيان لها إن كتيبة تعرضت لهجوم في شمال البلاد، مما استدعى استخدام تعزيزات أمنية لإجلاء الجرحى وتأمين المنطقة، ويرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف المدنيين وقوات الأمن في شمال بوركينا فاسو إلى 79 قتيلا على الأقل خلال الأسبوعين الآخرين، أقول حيث تعاني بوركينا فاسو من هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش منذ عام 2015. أعلن علماء عن اكتشاف متحور جديد من كوفيد 19 قد يكون شديد العدوى في جنوب إفريقيا، يحوز على عدد مرتفع من الطفرات ولديه القدرة على الانتشار بسرعة. في ذات السياق، سجلت السلطات الصحية البريطانية أزيد من 46 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و199 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما وضعت وزارة الصحة 24 أو 6 دول إفريقية في القائمة الحمراء، وتم حظر مؤقت للرحلات القادمة منها بسبب المتحور الجديد. ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن 52 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر انفجار في منجم فحم غربي سيبيريا، ولم يتضح بعد سبب الانفجار، ويعتقد أنه وقع على عمق 250 مترا. وأشارت الوكالة إلى أن المعلومات الأولية تشير بهلاك جميع العاملين في المنجم، وأن معظم جثث الضحايا لا يزالون في الداخل، وسيتم انتشالها على السطح أو إلى السطح بعد الاستقرار في درجة الحرارة والحد من انتشار الميثان. إلى الشأن الاقتصادي الآن، أين وصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، متجاهلة توسع تحركات كبار المستهلكين لسحب مخزوناتهم الاستراتيجية في تكتل منسق لكبح الأسعار. تزامنا مع ذلك، يستعد تحالف أوبك بلس للرد على مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتزامن مع أنباء عن مشاورات روسية سعودية نحو وقف زيادات مزمعة في إنتاج النفط. تشتد جبهة كبار مستهلكي النفط في مواجهة تحالف أوبك بلس، وتتوسع رقعتها بانضمام الصين لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن واللجوء لاستخدام احتياطي الخام الاستراتيجي في توافق نادر لقيادة أكبر اقتصادين في العالم. بكين التي لم تحدد موعد السحب أو كمية النفط المعنية بالعملية، اكتفت بتأكيد أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار أسواق النفط بعد سحب كميات من مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام. وعلى خطى الصين والهند وقبلهما بريطانيا، كشفت طوكيو عن نيتها تنظيم مزاد علني لبيع نحو 4,200,000 برميل من مخزونها الوطني بنهاية العام الجاري، بما يعادل يوما أو اثنين من الاستهلاك الداخلي من الخام. في الطرف الآخر من الحرب النفطية المستعرة، تكشف صحيفة وول ستريت جورنال عن مشاورات روسية سعودية قد تنتهي بإلغاء زيادة مرتقبة لتحالف أوبك بلس تضمن ضخ كميات بنحو 400,000 برميل يوميا من الخام اعتبارا من الفاتح ديسمبر المقبل. تحركات تؤشر إلى صلابة موقف أكبر منتجي للنفط في العالم في مواجهة حرب المستهلكين، مثلما ترسم ملامح الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في 2 ديسمبر المقبل، الذي يتجه على ما يبدو لتشديد سياساته الإنتاجية مدعومة بعودة سياسات الإغلاق العام وشكوك حول ضعف الطلب على الذهب الأسود. إلى الرياضة، أين كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مخاوفه بشأن استعدادات الكاميرون لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2021.
الكاف اعتبرت أن البلد الذي يستعد لاحتضان المنافسة لم يحترم التزامه باستكمال ورشات المشاريع التي أطلقها، وهذا قبل شهر ونصف فقط على انطلاق العرس الإفريقي. الكاف أعربت كذلك عن تخوفها من إمكانية تطبيق البروتوكول الصحي للولوج إلى الملاعب والمرافق لضمان سلامة اللاعبين، مخاوف ستشغل حيزا هاما من الجمعية العامة الاستثنائية التي تنعقد الجمعة في مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، في أمان الله.